نجح قطاع الناشئين لكرة اليد بالنادي الأهلي في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالي. حصد القطاع العديد من البطولات بقيادة تامر عادل مدير القطاع الذي يبذل جهدا كبيرا لتجهيز ناشئ القلعة الحمراء للظهور بشكل مميز خلال السنوات القادمة حتى يصبح القطاع مفرخة للفريق الأول للرجال. نجد في البداية أن فريق الناشئين مواليد 2004 حصد كأس مصر بعد فوزه على نظيره سبورتينج بنتيجة 21-20 بعد مباراة قوية للغاية أقيمت على صالة مدينة نصر. كما حصل فريق 2007 على المركز الأول بالبطولة الصيفية والمركز الثالث ببطولة النخبة الصيفية، كما توج الفريق بالمركز الأول بالبطولة الشتوية، فيما حصل فريق 2010 على المركز الثاني بالبطولة الشتوية. حقق فريق 2010 البطولة الصيفية بعد حصوله على المركز الأول. وأخيرا نجد أن فريق 2011 هيمن على البطولتين الصيفية والشتوية دون أن يخسر أي مباراة. يراهن تامر عادل مدير قطاع الناشئين على أن مستقبل كرة اليد بالنادي الأهلي مبشر للغاية في ظل ما تقوم به الأجهزة الفنية لتجهيز اللاعبين، بالإضافة إلى ضم العديد من الصفقات المميزة ضمن خطة دعم وإمداد الفريق الأول المواهب في مختلف المراكز. شدد على أن تواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية يؤكد أن سياسة القطاع تسير بشكل صحيح، وهو ما ينعكس بشكل متميز على اللعبة في النادي الأهلي.